تسبقش الاحداث و تستعجلش. كيدني فانكشن تيست انا بستخدم الفسيولوجيكال رول از فانكشن تيست. بيجي في روبوت كتير بنسمع عن كيدني فانكشن تيست، وظائف الكلى. ايه هي وظائف الكلى او الكيدني فانكشن تيست؟ نمبر 1 الكرياتينين. الكرياتينين ده عباره عن اند برودكت، اند برودكت من ماده اسمها كرياتين تتحول لسايكلوكان هيدراز كرياتين اللي هي الكرياتينين، والكرياتينين ده اكسكريتد في الكبد. الكرياتينين ده اكسكريتد في الكبد، لو لقيته عالي في البلط معناها ما حصلوش اكسكريشن في الكبد، يبقى في كيدني انفولفمنت، في ديزيز في الكبد. يبقى انا لما يسمى البلط الاقيه عالي عن النورمال يبقى في مشكله في الكبد، ماشي؟ ولما اقيسه في اليورين والاقيه عالي عن الطبيعي خلاص. تعال نشوف النورمال رينج في البلط كام بتاع الكرياتينين، من نص لواحد ونص ملي جرام برديسيليتر. تتحفظ طبعا عشان الريبورت وعشان الكيسز وعشان انا هقول ايه دلوقتي، ماشي؟ من نص لواحد ونص ملي جرام برديسيليتر، ماشي؟ الكلينيكال سيجنيفيكانس اهميه قياس ده ايه؟ ان هي انا هعمل ايفالويشن للاكيوت والكرونيك رينال فيلر. سيرم كرياتينين increased in blood in acute and chronic renal failure. ماشي؟ ايه هي الاكيوت وايه هي الكرونيك رينال فيلير؟ ان شاء الله انا اعرف معناها قبل نهايه المحاضره. ماشي؟ ايه الماده الثانيه اللي بنستخدمها ككيدني فانكشن تيست؟ هي اليوريا. اليوريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الامونيا اند برودكت من الامينو اسيد والنيوكليك اسيد، بتطلع امونيا، والامونيا دي تروح للليفر وتتحول في خلال اليوريا سايكل الى يوريا، واليوريا اكسكريتد في الكيدني. كلام بايوتو، الامونيا تروح للليفر تدخل اليوريا سايكل تحول اليوريا، واليوريا اكسكريتد في الكيدني. خلاص، لما الاقي يوريا زياده في البلط يبقى معناها في كيدني مش بتعملهاش اكسكريشن، كيدني انفولفمنت، كيدني ديزيز، ماشي؟ طب هي بتصنع في الليفر، هناخد المحاضره الجايه الليفر. اليوريا لما الاقيها نقص في البلط معناها ما اتصنعتش في الليفر، يبقى ليفر انفولفمنت. يبقى دي ليها حاجتين، لو زياده كيدني ديزيز ان بلط ان سيرم، بلط يوريا انكريز انديكيت كيدني ديزيز، بلاد يوريا ديكريز ليفر ديزيز. قول يا سمير السؤال. ماشي؟ واضحه دي؟ اليوريا اهي ده الاستراكشر بتاع اليوريا. اليوريا دي فيها تو اتومز اوف نيتروجين، اسيد نيتروجين دي بقى. اسيد نيتروجين موجوده في اليوريا سموها يوريا نيتروجين. وعشان هي موجوده في البلاد سموها بلاد يوريا نيتروجين بن. النيتروجين ده بالنسبه لليوريا عباره عن يوريا على 2.5، يعني البن بيساوي يوريا على 2.5. بمعنى لو النورمال رينج بتاع اليوريا من 15 ل 50 ملي جرام برديسيليتر تتحفظ، صح؟ نورمال رينج اوف يوريا بلاد يوريا من 15 ل 50 بر. البن هيبقى من 6 ل 20. تعالوا نحسبها. انا عندي اول رقم 15 على 2.5 يساوي كام؟ 6. والرقم الثاني 50 على 2.5 يبقى كام؟ 20. يبقى البلاد يوريا نيتروجين عباره عن من 6 ل 20 ملي جرام بر ديسيلتر. اليوريا انكريزد ان بلاد ليها ثلاثة كوزز رئيسيين. بري رينال فاكتور ورينال فاكتور وبوست رينال فاكتور. بري رينال فاكتور. بري رينال فاكتور انكلود ايه؟ انكلود واحد عنده كونجستيف هارت فيلير. واحد كونجستيف هارت فيلير انفولفمنت اوف هارت. عنده هارت ديزيز. بتزود اليوريا بنسميها بري رينال، ما هي المشكلة مش في الرينال. المشكله في اذر ديزيز نسميها بري رينال كوز. دي نمره واحد.
نمرة 2 واحد عنده هيموريج، وخصوصا في الجي اي تي هيموريج بتطلع امونيا كتير، بتروح للليفر كتير، بتحول ليوريا كتير، اليوريا تزيد ماشي. واحد بياكل بروتين كتير بيطلع امونيا كتير، بيروح تحول يوريا سايكل كتير ويتحول الى يوريا. الكوزز دي اسمها بيرينال فاكتور. والديهايدريشن، الديهايدريشن اللي هو واحد دي عنده جفاف او واحد بياخد كورتيزون، برضو كلهم دول اسمهم بيرينال ماشي. الرينال فاكتور، الرينال تشمل ايه؟ تشمل الرينال انفولفمنت، سواء رينال فيلير اكوت او كرونيك، او الديزيز اللي بتؤدي الى رينال فيلير زي ما هنشوف بعد شويه، نفروتيك سندروم ونفريتيك سندروم، او اللي بيؤدي الى نفروتيك ونفريتيك جلومرولونفرايتس. اكتبهم دول عشان واضح ان ايه الجداد عايزين كلام كبير. الرينال فاكتور اللي بيزود اليوريا والادي يوريا، جلومرولونفرايتس، نفرايتس دي ممكن تعمل نفريتك سندروم، وممكن تعمل نفروتك سندروم، والاثنين دول يؤدوا الى اكيوت رينال فيلير. وبعد شويه بعد تايم لونج تايم كرونيك رينال فيلير، وهنعرف كل ديزيز من دول يعني دول اسمهم الرينال انفولفمنت او الرينال ديزيزز، دول اللي بيزودوا اليوريا. بوست رينال ديزيز، بوست رينال ديزيز في ستون عامله انسداد، عامله فيدباك على الكدني، ما بيحصلش فلتريشن، ما بيحصلش اكسكريشن اليوريا، بلاد يوريا تزيد، دي اسمها بوست رينال. ستون او كانسر او بروستاتيك ديزيز، بروستاتيزم، البروستاتيك قافله على اليوريتر ماشي. الستون دي ممكن تبقى في الكيدني، ممكن تبقى في اليوريتر، ممكن تبقى في اليونر بلادر. الكانسر كذلك ممكن يبقى في اليونر بلادر، ممكن يبقى في الكينكس، ممكن يبقى في اليوريتر، ممكن يبقى بناين بروستاتيك هايبربليزيا في البروستاتيك ماشي. دي كل بيئة ده اسمهم بوست رينال. طب تعالوا نركز، البري رينال ديزيز مش في الكيدني، اليوريا هتزيد. طب الكرياتينين شكله ايه في البري رينال؟ نورمال. يبقى في البري رينال فاكتور اليوريا انكريز ونورمال كرياتينين. حلو، مهم الكلام اللي بقوله دلوقتي. طب في الرينال فاكتور مشكله في الكيدني، الاثنين هيزيد. طب البوست رينال يوريا وكرياتينين، الفرق بين اليوريا والكرياتينين البوست رينال الاثنين هيزيدوا برضه، لان ده عامل فيدباك على الكدني، لان المشكله مش في الكدني، الكدني شغال، الكرياتينين شغال في كل ما لهوش علاقه بالازهر ديزيز. الازهر ديزيز هي اللي فيها الامونيا نيتروجين والامونيا، ملهاش علاقه بالكرياتينين ماشي. كويس، حلو التفكير ده. كل شويه عايز واحد يقول لي ده ليه، التفكير ده مهم جدا. كل ان انت تفكر يعني معناها ان انت بتفهم، معناها ان انت بتحلل الكلام في دماغك، فعايز كل واحد يسأله ماشي. تعال نمسك اليوريك اسيد، اليوريك اسيد ده التالت فقرينا الفانكشن تيست. اليوريك اسيد ده جاي منين؟ من البيورين ميتابوليزم، الميت فيها بيورين، فالبيورين ميتابوليزم بيطلع في الاخر يوريك اسيد. اليوريك اسيد النورمال بتاعه من 3.4 ل 7.2 مللي جرام بالديسليتر في الميل، يبقى في الميل من 3.4 تو 7.2 مللي جرام بالديسليتر، في الفيميل من 2.6 ل 6 مللي جرام بالديسليتر ماشي. اليوريك اسيد بيزيد في البلاد نتيجه حاجات كتير هقولها دلوقتي، من ضمنها الكيدني ما بيحصلش اكسكريشن في الكيدني،
فبيعلى اليوريك اسيد في البلاط. عشان كده استخدمناه از رينال فانكشن تيست. طيب في حاجات تانية بتعلي اليوريك اسيد؟ اه لو حصل انكريز التيرن اوفر، لوكيميا مثلا او مايلوما، بيزود التيرن اوفر، بيزود البرودكشن، يبقى انكريز برودكشن ان لوكيميا اند مايلوما. او ديكريز دي اكسكريشن اللي هو الكيدني، رينال فيلير كاكوت او كرونيك رينال فيلير ومعها الازر ديزيز، نفرايتس، نفروتك سندروم، بلمون نفرايتس. المكتوبين دول. نعم؟ اه في هو ايه نتيجة الايه؟ الميت، لان ده الاند برودكت بتاعت البيورين. ماشي؟ فيزود اليوريك اسيد. اليوريك اسيد لما يزيد في البلد بيعمل هايبر يوريسيميا. يوريك اسيد عالي، كلمة هايبر يوريسيميا. والهايبر يوريسيميا دي يوريك اسيد عالي، يتحول اليوريك اسيد الى يوريت، السولت بتاعه. السولت بتاعه يروح يترسب في الجوينت، في الجوينت. ويعمل الجاوت، مرض المقرص. الجاوت ده عبارة عن ديبوزيشن اوف يوريك اسيد سولت او يوريت ان جوينت والسراوند بتشو ويعمل انفلاميشن. تلاقي مش قادر يمشي. او يترسب في الكعب ده. وهكذا. ده اللي هو الهايبرتروفي. نعم؟ لا ما هو الهايبرتروفي ليها اسباب. يا اما يضايت زي ما بتقول زميلتك، يا اما ديزيز لوكيميا او مايلوما او مشكله في الكدني. زياده اليوريك اسيد هي اللي تعمل الجاوت. انا بقول زياده اليوريك اسيد الهايبرتروفي ليد تو جاوت. ركزوا بين الجمله دي والجمله الثانيه اللي هقولها. الجمله الثانيه جاوت ليد تو هايبرتروفي، صح ولا غلط؟ صح؟ ازاي؟ هو الجاوت الاول ولا الهايبرتروفي الاول؟ هذا الروسيميا الاول هي اللي بتعمل جاوت. انما الجمله الصح هايبرتروفي ليد تو جاوت. واضحه دي؟ في فرق بين الجملتين بيجوا صح وغلط دول كتير. الفانكشن اللي بعديه اليورين. وما ادراك ما هو اليورين؟ اليورين من الحاجات اللي بتيجي روبرت وكيسز وشورت نوت في الامتحان زي السيمن بالظبط. نفس كلام السيمن بالظبط. فيري امبورتنت. انا عندي ثلاث حاجات مهمين: السيمن، اليورين، البوست كويتال تيست. فيري امبورتنت. الثلاثه بيجوا في الامتحان كل مره بصيغه مختلفه. كل امتحان بيجوا، ما فيش حاجه اسمها ما بيجيش. اذاكر السيمن واليورين والبوست كويتال تيست كويس قوي عشان ما اخسرش درجات دول. دي درجات مضمونه، يورين وسيمن وبوست كويتال تيست. ماشي؟ الثلاثه بيجوا في الامتحان. ماشي؟ نمسك اليورين. انا دلوقتي عايز اعمل يورين اناليسيس. عايز اعمل يورين اناليسيس معايا؟ عشان اعمل يورين اناليسيس لازم ابقى عارف تكوين اليورين ده ايه. لسه قايله من شويه ان اليورين ده عباره عن الترا فلتريت اوف بلازما. كلمه الترا فلتريت يعني كل البلازما فلتريشن اكسبت الماكرو مولكيولز اللي هم الميكروبين بتاعهم اكبر من كام؟ 15 كيلو دلتا. ده الكونتنت بتاعت اليورين. ماشي؟ في اليوم الواحد بيعدي على الكدني من 170 ل 2 لتر في اليوم بلاد. في اليوم 170 لتر في اليوم ل 200 لتر في اليوم بيعدوا على الكدني بتاعتنا. هو احنا فينا كام 170 لتر؟ كام 200 لتر؟ فينا يا عم 170 لتر؟ ده كل اللي عندنا من 5 ل 7 لتر. امال ايه اللي بيحصل؟ الريسايكلينج بحسبين الريسايكلينج. في الاخر يوصل للنورمال يورين من 1.5 ل 2 لتر. نورمال يورين فوليوم من 1.5 ل 2 لتر بير دي. نكتب الكلام ده يا جماعه. طيب خدنا اليورين فورميشن، هناخد اليورين كوليكشن. انا عرفت الكونتنت بتاع اليورين. طب انا هجمع يورين ازاي؟ انا هجمع يورين بطريقتين. تعالوا نشوف الطريقتين اللي هنجمع بيهم اليورين.
انا هخلي برضو اسماء الديزيز مكتوبه عشان كل شويه هتعرض لي. اليورين يورين كوليكشن بطريقتين، يا اما 24 هاورز يورين كوليكشن واجمعه في ازازه والازازه دي فيها اتش سي ال عشان اسبر زيفرت فور يورين، يا اما سكند فويدد سامبل. ايه هي السكند فويدد سامبل؟ اللي هو تاني عينه بعد ما اقوم من النوم. Without exercise. Without exercise. لأن الاكسرسايز بيأثر على البروتين في اليورين. بيزود البروتين في اليورين. يعني أقوم من النوم أول first time أعمل له ديسكار وبعد كده السكند تايم بتاعت اليورين فويدد أحطها في كاب. في سترايل. إن سترايل كاب. أو كيوب. ماشي؟ خلاص دي طريقه اليورين كوليكشن بطريقتين، يا اما 24 hours يورين او سكند فويدد سامبل يورين ويزاوت اكسرسايز. شايفين الكوبه دي وادي اليورين اهو، اليورين شكله امبر يلو بالشكل ده وكلير اهو. ده اليورين 24 hours يعني اجمع اليورين لمده 24 ساعه من الساعه 8 الصبح لتاني يوم الساعه 8 الصبح وجمعه في ازازه او ازازتين. طبعا احنا عارفين النورمال 2 لتر، فهي ازازه تبقى عندي اتليست 2 لتر.